سباق طارق كان من انطلاقة أو من بلدية العصر وصول إلى بلدية جيجل على مسافة 45 كيلومتر. كان تنافس كبير ما بين الدراجين وكذلك الدراجات ما بين بيناتهم، والنقطة الإيجابية هي يعني المسلك كان مأمن المسلك. حصلت على المرتبة الأولى من صنف الأكابر سيدات. الأجواء كانت بزاف صعيبات، كانت الشتاء الريح. الحمد لله في سبرينت فينال دخلت مع دراري.